بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور المبارك ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد أمير المؤمنين وسيد الموحدين ويعصوب الدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. القدس قبلة الأحرار. منذ أن أعلن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه آخر جمعة من شهر رمضان يوما للقدس العالمي، والأحرار وجميع الشعوب الإسلامية تحيي هذه المناسبة في كل عام، مما أبقى قضية فلسطين قضية حية في ضمائر الأحرار، قضية متجددة. قضية القدس أصبحت علامة على المظلومية، ومما يؤسف له أن بعض المجاهدين قد أضاعوا بوصلتهم وساعدوا الأعداء على حرف بوصلة الصراع، وذلك من خلال دعمهم للجماعات التكفيرية والمشاركة معهم من خلال الانخراط في مشروع الأنظمة العميلة لأمريكا وإسرائيل، أمثال دولة قطر وتركيا وآل سعود. كل ذلك من أجل ثمن بخس، دراهم معدودة. نحن اليوم ندعو إخوتنا لأن يعودوا إلى رشدهم، فهذه الدول ودعمها ما هو إلا من أجل تمييع قضية فلسطين وقضية القدس. نعم، يوم القدس هو يوم المستضعفين في العالم، ومن أكثر مظلومية واستضعافا من الشعب اليمني المجاهد الذي لم ينسى قضية فلسطين ودافع عن القدس، ولم يترك مناسبة إلا ودافع فيها عن قضية فلسطين. ها هو اليوم يباد على أيدي آل سعود وعملائهم الخبثاء. وفيما يخص الشأن البحريني، أختصر لطلب الإخوة عدم الإطالة. لقد حول النظام الساقط تهديد داعش إلى فرصة من أجل الهيمنة على الشأن الديني. لقد كان النظام يسعى منذ سنين عدة من أجل الهيمنة على الواقع الديني، على المساجد والمآتم والحسينيات والمواكب الحسينية، ولكن بفضل وعي أبناء الشعب لم يستطع النظام أن يهيمن على الشأن الديني في تلك الفترة، ولكنه اليوم يهول خطر داعش لكي نستنجد به ونطلب حمايته، لكي يأتي ويفتش على أبواب مساجدنا وينصب الكاميرات في مساجدنا وطرق والمآتم وطرق المواكب الحسينية، ويحاول أن يستفيد من إدارة الأوقاف الجعفرية التي لا تمثل إرادة الشعب، بل تمثل إرادة السلطة التي عينتها. كيف لمن هدم المساجد أن يحميها؟ كيف لمن سفك دماءنا أن يحقنها؟ كيف لمن سبنا وسب مذهبنا وعقيدتنا ومقدساتنا وأئمتنا أن يدافع عنا؟ داعش في البحرين هو صناعة النظام الخليفي المجرم، هو الذي نشر الفكر التكفيري في جميع وسائل إعلامه، هو الذي قتلنا على الهوية وعذبنا على الهوية وسجننا على الهوية وفصلنا من أعمالنا على الهوية، وهو الذي أهاننا في الشوارع والطرقات والوزارات وجميع الأماكن على الهوية، هو الذي وزع السلاح على المجتمعين في ساحة داعش في البسيتين، وزارهم الشيبة العجوز رئيس وزرائهم يشجعهم على سبنا وقتلنا. كيف لهم أن يحمون اليوم؟
أجدد دعوتنا للأهالي بتشكيل لجان أهلية مستقلة عن الأحزاب والسلطات، وأن لا نسمح للسلطات أن تهيمن على واقعنا الديني ومؤسساتنا الدينية، ونحمل السلطات كامل المسؤولية في حال حصول أي مكروه أو اعتداء لا سمح الله على أبناء الشعب الأصيل، لأنها هي التي غذت الفكر التكفيري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.